بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في برنامج مدفع الإفطار من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه من إمارة الفجيرة. حياكم الله مشاهدين الكرام، ها قد وصلنا لثالث حلقاتنا وثالث أيام رمضان، اللهم بارك لنا ما تبقى من رمضان. أنا هنا موجود ومعي مجموعة من الشباب الطيبين الموجودين، بشوفهم اليوم مصحصحين ولا بعدهم؟ كل عام وانتو رمضان كريم. شكرا لكم، اليوم انتم صحصحين شويه ولا؟ مشاهدينا الكرام، كما عودناكم الفقره الاولى هي عن موضوع نتكلم فيه، واليوم راح نتكلم عن التسامح. طبعا ولعل شهر رمضان المبارك جعل الله فرصه لكل متخاصم او كل شخص زعلان من الثاني، هي فرصه انه يبدا ويعفو ويصفح عن الشخص الاخر، فهو شهر مبارك. فالله تعالى لما امرنا بالصوم ليس صوم الاكل والشرب، حتى ان نحن نصوم كل شيء بالأخلاق الحميدة أنها تكون موجودة في هذا الشهر الفضيل وهذا الشهر المبارك، فهي فرصة أن نبدأ وأن نسامح وأن نبدأ صفحة جديدة مع كل إنسان نحن تخاصمنا معاه لسبب أو بدون سبب. فحرام اللي قاعد يصير لما نشوف شخص مقاطع شخص لفترة طويلة مبتعد عنا لأسباب تافهة. اليوم للأسف الشديد نشوف الأخ مبتعد عن أخوه، ليش؟ لأسباب صغيرة جدا تكبر. اليوم نحن في شهر الغفران، في شهر التسامح، في شهر المحبة، شهر رمضان المبارك، هذه فرصة أن أي إنسان يبدأ هو يبادر، هو يبادر بالاتصال بأخيه، هو يبادر بالاتصال بصديقه. خل المبادرة تبدأ من عندك في هذا الوقت، لا تقول أنا راح أنتظر الشخص الثاني يبدأ يتسامحني، لا، خل المبادرة هذه تبدأ من عندك أنت، أنت اللي يبدأ سامح، أنت ابدأ الصفحة الجديدة هذه. فنحن في شهر مبارك وشهر فضيل، وكما قيل الاعتذار لغة يتقنها العقلاء ويزدريها الجهلاء. نعم، لأنك أنت العاقل، أنت الذي بادر بالتسامح، أنت اللي ابدأ اصفح عن الشخص الآخر، لا تتكبر، لا تقول إنه هو اللي غلط علي، لا تقول إني أنا الكبير، لا، أنت الكبير دوما، والكبير هو الذي يعتذر. وننسى وكيف ما يقولون، ما أجمل الحياة لما نسامح ونغفر للناس. والشهر الفضيل هي فرصة للتسامح مشاهدينا الكرام، ولا تشو رأيكم؟ صح ولا لا؟ لا، أنا أحسكم أنتوا يعني مش متفقين وياي، ها؟ متفقين وياي ان هذا. ودوما احنا نذكر قول الله تعالى: وخذوا العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، صدق الله العظيم. فهذه آية قرآنية دليل ان احنا نبدا نسامح ونصفح عن الناس. زين، الحين خليني ابدا اتعرف عليك، شو اسمك؟ عمر عزام. عمر عزام، انت زعلان من حد؟ لا اكيد ما في زعلان، ما في حد زعلان منه. انا حسيت كده زعلان. لا شكرا لك، انت مو زعلان. شو توجه للناس اللي متخاصمين، الناس الزعلانين من بعض؟ سامحوا بعض، لأن لو ما سامحتوا بعض راح تندموا. راح تندموا، صح؟ واللي ما يبي يسامح شو تقول له؟ شو تنصحه؟ راح يندم هو وكبير. صحيح. نتعرف عليك. أنا الباسط. معين. شو توجه؟ تبغى سؤال ولا تبغى توجه رسالة للناس المتخاصمين؟ على راحتك. تبغى الجائزة يعني؟ لا عادي أي شيء. كم عدد صور جزء تبارك؟ جزء تبارك الذي بدون ملك. استنى اعطيني 8 9 11 11. صح ولا غلط؟ صح. وهذه جائزة من مركز هانوفر الطبي. تفضل. عليش؟ تفضل. ايوه تفضل، هذه جائزة من مركز هانوفر الطبي، شكرا لك. وشو صايم اليوم؟ اكيد صايم كبير طبعا. زين، منو يباني اسأله؟ انتوا طالعوا قدام، انا اللي بختار. في أمورة، تعالي. شو اسمك؟ دانا. من وين يا دانا؟ من البربح. لفوا شوي عشان تطلع في الكاميرا. أيوة. صف كم يا دانا؟ صف أول. صف أول. تبين سؤال صعب ولا سهل؟ سهل. أوكي. سؤال سهل. دانا تبين استخدمت مدفع الإفطار. تبين خيارات؟ ها؟ مصر ولا ليبيا ولا القاهرة؟ القاهرة. صح والله، صح. لا تبين جائزة؟ زين، هذا السؤال كان من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تروحين عند الشرطة اللي موجود هناك وتستلمين جائزتك، أوكي؟ زين، والحين بعد ويانا الأخ. السلام عليكم. عليكم السلام. نزل إيدك، صايم ولا مو بصايم؟ صايم. هارد لك على خسارة برشلونة، أنت قلت لي قبل الهوى أنك أنت برشلوني، صح؟ لا عيل، واحد ثاني هذاك؟
زين تبغى سؤال صعب ولا سهل؟ سهل. سؤال سهل. السؤال السهل يقول لك لو انت شخص زعلان من شخص شو بتقول له؟ اسهل من شي اعطيك؟ ها؟ زين كم عدد من زين شو اقول لك؟ هل توجد وزارة للتسامح في دولة الامارات؟ نعم. نعم؟ صح. وهذه جائزة من مركز هانوفر الطبي. تفضل. هذه جائزة من مركز هانوفر الطبي. زين. من أنا اللي بختار. تعالي. 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 زين أنا لو سمحتوا شوية لو سمحتوا ادعي لنا دعوة حلوة. ادعي. شو تدعين أنت؟ قول يا رب الله يحفظ بابا خليفة. يلا. يا رب الله يحفظ بابا خليفة. يحفظ لنا الإمارات. يحفظ لنا للإمارات. زين وبعد. شكرا لك هذه دعوة حلوة. شو اسمك انت؟ عنود. عنود صف ثاني. زين هذه هدية من مركز هانوفر الطبي. شكرا على هي هدية من مركز هانوفر الطبي. شكرا لك هانوفر. زين لازلنا مستمرين معاكم ونبدأ معاك. شو اسمك؟ محمد. انت من الصبح تقول انا اللي بختار. ايش حالك يا محمد؟ الحمد لله طيب ان شاء الله. محمد السؤال يقول محمد السؤال يقول ما هي أول صورة نزلت في مكة المكرمة؟ في خيارات؟ صورة خيارات المطبخ صح؟ صورة العلق. العلق. صورة العلق. من غششكم؟ تتقاسمون المبلغ بعدين؟ تتقاسمونه ولا تروحون تفطرون فيها الحين؟ زين صح هذه الإجابة صحيحة وتستلم جائزتك من القيادة العامة لشطة الفجيرة هناك. مشاهدينا الكرام هذه أجواء جميلة ورائعة قاعد نشوفها في ساحة المسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه من إمارة الفجيرة، وهذه دعوة لكل سكان إمارة الفجيرة هم إنهم يجون هنا في ساحة المسجد الشيخ زايد ونشوف هذا الأجواء الجميلة مع الشباب الطيبين هنا. وكما نختم حلقتنا اليوم نقول الله يتقبل منا صيامكم، ودوما نحب نختمها بدعوة اللهم احفظ لنا وطننا الغالي، اللهم احفظ لنا قائدنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظ لنا جميع أولياء أمورنا، اللهم احفظ لنا أمهاتنا وآباءنا، اللهم تقبل منا صيامنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتقبل الله صيامكم وشكرا لكم.
وقف الفريق.